طبعا لا شك ان مثل المبادرة هذه هي مبادرات نوعية في المحتوى، في التطوع، في حث المشاركة الطلابية، وأول مرة يكون على مستوى الطلاب المبتعثين أن يكون في شراكة قوية مع الطلاب حتى يكون أثر هالمبادرة قوي ويكون إن شاء الله منتشر أيضا. طبعا هالمبادرة هي مبادرة ماراثونية من حيث انتشار الطلاب، واختيرت استراليا للتعاون بين الدارة وملحقية الثقافة في استراليا، وسيكون هناك إن شاء الله تتابع في ملحقيات في الدول الأخرى وأيضا في داخل المملكة والجامعات السعودية إن شاء الله. المبادرة هذه نوعية جدا في تعزيز الدور الثقافي السعودي عالميا. هي المبادرة الأولى من نوعها اللي تربط المبتعثين خارج البلاد بمركز وطني في المملكة، وهدفها هو الجانب الثقافي. لذلك احنا متفائلين جدا بنجاح المبادرة، والسعودية على المستوى الثقافي لا يليق بها إلا تصدر المركز أو المشهد الثقافي العالمي. هذه خدمة إنسانية تقدم أو تثري ما يفيد الجميع وما يحققه، إلى جانب أن هذا التفاعل وهو الأهم هو يدخل في الأهداف التي لا تركز فقط على الهدف الإثرائي العلمي فقط، وإنما هدف إنساني تعايش تفاعل ثقافي عالمي، وهذا هو الأهم. أهم أثر أعتقد تعزيز المحتوى العربي والإسلامي في الويكيبيديا. أهم أثر تعزيز الشراكة الوطنية السعودية في المحتوى العربي الدولي في الويكيبيديا. وأيضا الأثر الآخر هو العمل التطوعي بين المواطنين السعوديين للإسهام في الرفع من نسبة المشاركة التطوعية في المملكة.